الحرب اللبنانية والدمار اللي أنتجتها، من عشقه لجمال الجسد ومن ولعه للمادة. سوح الفنان العالمي ماورو كوردا منحوتاته الفنية الجديدة اللي عرضن لأول مرة بلبنان من بعد ما جال كافة البلدان العالمية وعرض بأهم المعارض، فمزج المادة لابتكار معرضه الجديد لتمحور حول الحركة وحملوا عنوان موفمان إماتيغ أو حركة ومادة. Moi, je travaille beaucoup sur le corps, beaucoup sur l'humain, mais pas d'une manière anthropomorphique. C'est plutôt une manière, le sentiment qu'il y a derrière chaque individu. C'est-à-dire, on peut voir une forme, mais derrière cette forme peut se dégager un sentiment. واحدة من sculptures, a number of sculptures actually was inspired by الحرب بلبنان. بشوف فيهم كتير دمار وبعدهم they are still trying to hold up. في معرض كتير جديد على لبنان، بعدين كل قطعة بتمثل عالم تاني، يعني لازم كل شخص يجي يشوف شو عم بيصير بالعالم تيتعرف عليه أكثر وأكثر، تيعرف حاله مين ومن هيدا العالم. التقت الحركة بالصورة الجامدة بالحياة والموت، الخلق والدمار، الطمأنينة والعذاب، فاختلطت المواد والمواضيع بين بعضها بمنحوتات متناسقة اندمجت من خلالها تقنية الفنان مع إحساسه المرهف لخلق أكثر من 30 تحفة فنية. أكثر من أنه فكرة الموفمنت بتحس أنه في حركات مش متوقعة، يعني أنه بحط الجسد بأماكن ما بتتوقع أنه تكون هيك. يعني un travail qui aurait pu être réalisé je pense ici quoi au Liban. Il y a une force dans ces matériaux. Je travaille هون je travaille sur les حالات إنسانية شيء بيكون مثلا الأشخاص هاي ماسكة حالة، الأشخاص اللي عم تلعب بهلوان. Il y a pas de mouvement mais on devine ce qui manque. Alors là c'est une part ouverte à l'imaginaire. On essaie de deviner d'où vient ce fragment de l'œuvre, etc. بمعرض ماورو كوردا الفني اجتمعت تناقضات بلوحاته المتعددة، فكانت النتيجة منحوتات عصرية مستوحاة من عصر النهضة والكلاسيكية. بمعرض انطلق بصالة عرض مارك هاشم مستمر لغاية 14 تشرين الأول.